بمناسبه الفتره، باقي الناس كيجودوا الفتره، باقي الناس رجعوا للاصل ديال الفتره. الفتره كيجودوا الناس القمح 250 لواحد حتى ل 300، ولي الناس باقي ما كانش واحد الوقت كانوا الناس يخرجوا الفلوس، ولي دابا رجعوا الحمد لله، رجعوا يديو الزراعه، رجعوا يديو الزراعه. الاقبال ديالها هي من نهار 27، من نهار 27 الناس كيجيو يديو. لا الحمد لله، الحمد لله كيجيو الناس يديو الفتره، كاين اللي يدي 20، كاين اللي يدي 30، كاين اللي يدي 40، على حسب الناس اللي عندو. جيت ناخذ الفتره باش نخرجوها في هذه العواشر ان شاء الله. خديت 15 وحده، حنا عندنا العائله كبيره، 15 من هذا، ها هو هذا كيتسمى الفتره ديال واحد، وخديت منهم 15 وحده، والحمد لله باش نخرجوها العواشر. غادي نعطيها لواحد السيده مسكينه عندها اليتامى عندنا من الفاميله، غادي نعطيوها ليها في سبيل الله. الناس كاين اللي من الاصل ديالهم كيكبروا وكيبقاو يحافظوا على ضروري كيخرجوا الزرع. الزرع هو المهم، كيقول لك الاجر في الزرع، الزرع احسن من الفلوس. نيل 27 ملي كيصاليو الصاله ديال 27 يبداو يجيو يديو الفتره، كتبدا تخرج من هذاك النهار حتى نهار الفجر ديال العيد. في نظري أن المقصود من زكاة الفطر هو إدخال الفرحة والسرور على الفقراء في ذلك اليوم، بحكم أن هذا يوم عيد، ويوم العيد يجب أن يشترك الجميع فيه في الفرحة، فقيرهم وغنيهم سواء، وهذا مقصود واضح من زكاة الفطر. ولهذا شرعت قبل العيد بيوم أو بيومين، ولذلك تنتهي صلاحيتها عند أداء صلاة العيد، لأن صلاة العيد هي للمفروض أن يعبر فيها ذلك الفقير عن فرحته بذلك اليوم، سواء بلباس جديد، سواء بالمال الجديد الذي دخل عليه، ولذلك لا تقبل بعد صلاة العيد. طبعا كان في القديم زكاة الفطر كانت تقدم من غالب قوت أهل البلد، لأنه هو الذي يحتاجه غالب الناس، وهو الذي يثمن به الناس حاجياتهم. هذا لا حرج فيه ولا إشكال، ولكن أنا برأيي أن المستحب في ذلك والأولى في ذلك أن تخرج نقدا حتى تكون الاستفادة أكثر. ولأننا لو سألنا ذلك المستحق لهذه الزكاة أي ذلك تفضل، أتفضل ذلك طعاما وقوتا أم تفضله نقدا، أظن أنه غالب الناس إجابتهم ستكون أنهم يفضلونها نقدا، حتى يستطيعون اليوم الإنسان في العيد لا يحتاج إلى بر بقدر ما يحتاج إلى ملابس يفرح بها أبناءه، بقدر ما يحتاج إلى طعام جيد يجعله غداء لذلك اليوم، يوم العيد. وبالتالي أظن أنه غالب الناس يفضلون أن يكون الإخراج نقدا، وهي يستحقها كل من لا يقدر على أدائها، بحيث أن الناس ينقسمون إلى قسمين، إما إلى شخص قادر على أن يؤدي هذه الزكاة فهو مؤدي، وشخص غير قادر على أدائها فهو الذي يستحقها. وأظن أنه يوجد في المجتمع حالات كثيرة تستحق أن تؤدى لها زكاة الفطر، وأرى أيضا أنه من الأفضل أن تؤدى بشكل مجموع، يعني الإنسان بدلا أن يؤدي زكاة فطر واحدة لكل شخص، أن يجمع عددا من زكوات الفطر مثلا التي تجب عليه والتي تجب على أسرته، وأن يدفعها مجموعة وكاملة لشخص واحد حتى تكون استفادته أكثر.